بسم الله. شابتر 3 برضه رجعنا عليه قبل كده. الفيديوهات دي طبعا مش يعني مش هتفيدك في اي حاجة جديدة الا لو كنت انت حضرت الشرح من الاول، ان انا مش ما بقدرش اقول كل حاجة بالتفصيل يعني. المهم شابتر 3 اللي انا عايزك تعرفه فيه ان هو دكتور هيجيب لك شكل رسومات زي الاسئلة اللي انت شفتها ان انا كنت منزلها. اهم حاجة تعرف امتى نتحرك على المنحنى وامتى المنحنى نفسه يتحرك. يعني مثلا هنبتدي بالاجريجيت ديماند بالطلب الكلي. لو انا رسمت لك الرسمه بتاع الطلب الكلي فهرسم لك كده هنا الريل جي دي بي اللي هو الانتاج الفعلي، وهنا برايس ليفل مستوى الاسعار، واقول لك ان ده هو الاجريجيت ديماند، هو الطلب الكلي. فهسالك سؤال، ايه اللي هيخلينا نتنقل من النقطه A الى النقطه B؟ يعني بدل ما كان السعر هنا بقى السعر هنا، وبالتالي الكميات اتغيرت. احنا كان عندنا كام حالة؟ كان عندنا ده تشابتر 2 مش عايزين تشابتر 3 كان عندنا الويلز والسبستيوشن افكت. الويلز كان بيقول ان مع زيادة البرايس ليفل الريل ويلز بتقل وبالتالي الكوانتيتي بتقل، يبقى في علاقة عكسية بين البرايس ليفل والكوانتيتي اوف ريل جي دي بي ديماندد. سبستيوشن افكت كان عندنا منه نوعين، نوع اسمه الانترتمبرال الزمني، برضه زياده السعر تقلل الكوانتيتي فاليو اوف ماني وبالتالي تقلل الكوانتيتي اوف ريل جي دي بي ديماندد، ونفس الكلام في الانترناشنال، شايف زياده السعر بتعمل ايه؟ بتقلل الكوانتيتي. يبقى سواء الويلز او السبستيوشن هيخلونا نتحرك من النقطه A الى النقطه B موفينج اون ذا كيرف، وبالتالي الارقام اللي هنا هتتغير. يعني مثلا لو احنا كنا واقفين هنا عند 10 هنبقى واقفين عند 20، يبقى احنا اتنقلنا من نقطة A الى نقطة B في حالتين، في الويلز والسبستيوشن. طيب امتى المنحنى نفسه يتحرك؟ كنا احنا خدنا ثلاث حالات. الحالة الاولى كانت الاكسبكتيشن، يعني المنحنى نفسه يجي هنا بقى، المنحنى يجي هنا، ده الاجريجيت ديماند رقم 1، او المنحنى ينزل لتحت، ده الاجريجيت ديماند رقم 2. فاقول لك مثلا النقطة دي اسمها C والنقطة دي اسمها D، واقول لك ايه اللي يخلينا نتنقل من A ل C او من A ل D. خلاص الثلاث حالات اللي احنا هنشوفهم. يبقى ايه اللي بيخلينا نتنقل من A ل B؟ حاجتين، الويلز والسبستيوشن. لكن اللي بيتنقلنا من A ل C او من A ل D يعني من منحنى لمنحنى ثلاث حالات، اللي هما بقى الاكسبكتيشن او الوحده التوقعات، سواء الفيوتشر انكم او الفيوتشر انفليشن او الفيوتشر بروفيتس، الثلاثه بيعملوا شيفت رايت وورد اتجاه ناحيه اليمين في الاجريجيت ديماند. طبعا العكس صحيح. تانية الفيسيكال بوليسي، السياسة المالية. عايز اقول لك بس فكرة بسيطة ان الفيسيكال بوليسي دي احنا بنستخدم فيها الضرايب والدعم. فاكر احنا قلنا بقى في حالة الريسيشن، في حالة الركود، الدولة دي تعمل ايه في الضرايب؟ تقلل الضرايب، ما تاخدش من الناس ضرايب وتقوم مزودة السبسيدي، مزودة الدعم، او احنا بنسميه government spending. العكس بقى لو احنا عندنا inflation، لو احنا عندنا تضخم، الدولة محتاجة تقلل الأسعار فتقوم واخدة من الناس تاكس كتير ومقللة السبسيديز، مقللة الدعم. ده كده لو احنا شغالين بإيه؟ بفيسيكال بوليسي. لو احنا شغالين بمونيتاري بوليسي، لو احنا شغالين بالسياسة المالية اللي هي بيعملها البنك المركزي، فاحنا لو عندنا ريسيشن، لو عندنا ركود، البنك المركزي بيكون عايز يزود الفلوس اللي مع الناس، فبيزود الماني سبلاي، بيزود عرض النقود عن طريق تقليل الانترست ريت، معدلات الفايده. والعكس بقى، البنك المركزي لو شايف ان في انفليشن وعايز يعالجه محتاج يقلل كميه الفلوس، يقلل الماني سبلاي، والماني سبلاي ده هيقل لو زادت الانترست ريت، معدلات الفايده. خلاص عشان الكلام ده هيجي لك في المالتيبل تشويس. نعمل ايه لو احنا عندنا ريسيشن مثلا واحنا بنستخدم فيزيكال بوليسي، او نعمل ايه واحنا عندنا ريسيشن واحنا بنستخدم مونيتري بوليسي؟ المهم في الحالات دي بيحصل ايه في الاجريجيت ديماند؟ بيزيد يروح ناحيه اليمين او الشمال. شايف هنا لو عملنا تاكس كات، يعني قللنا التكلفه وزودنا ترانسفير بايمنت، الدعم هيحصل زياده في الاجريجيت ديماند عشان نطلع من الريسيشن. او لو احنا في المونيتري بوليسي نزود الكوانتيتي اوف ماني او نقلل الانترست ريت، وبالتالي شيفت رايت وورد. الحاله الثالثه الورلد ايكونومي اللي هو تغير في الاكسشينج ريت، في سعر العمله، كل ما سعر العملة بيقل المنحنى بيروح ناحية اليمين.
فيبقى الثلاث حالات الاكسبكتيشن والفيزيكال والمونيتري بوليسي والورلد ايكونومي بيخلونا نتنقل من منحنى لمنحنى تاني. نفس الكلام هنشوفه على دي تعريفات اللونج ران اجريجيت سبلاي بوتنشال جي دي بي. خدنا احنا الكلام ده كله هنا مثلا ال اي اس اللي هو اللونج ران اجريجيت سبلاي المنحنى اللي هو عامل كده ده هنا الريل جي دي بي وهنا برايس ليفل وده ال اي اس اللي هو بيكون عند بوتنشال جي دي بي او احنا سميناه فول امبلويمنت توظيف كامل او سميناه كمان ناتشرال ريت اوف ان امبلويمنت المعدل الطبيعي للبطاله. فاكر اللي هي في كام نوع من البطاله فيه مفيش سايكليكال نو سايكليكال احنا عندنا بس فريكشنال وستراكتشر. المهم المحادثة ده فيرتيكال بقى فمهما البرايس يزيد او البرايس يقل البوتنشال ده ثابت مش بيتغير. يبقى هنتحرك من نقطة للتانية امتى؟ من النقطة دي للنقطة دي للنقطة دي A B C لو البرايسز اتغيرت. وهنشوف دلوقتي امتى المنحنى نفسه يتنقل، يعني امتى نروح من النقطة A مثلا للنقطة اسمها D. في ثلاث حالات بقى اللي هي زيادة الكوانتيتي اوف ليبر زيادة كمية العمال، او احنا زي ما شفنا في تشابتر 6 زيادة الليبر برودكتيفيتي انتاجية العمال كمان، زيادة الكوانتيتي اوف كابيتال اللي هي الفيزيكال كابيتال رأس المال المادي وزيادة التكنولوجي. المهم كل الحاجات دي تعمل شفت في الاس ال اس. طيب شورت ران اجريجيت سبلاي نفس الكلام، ده شورت ران اجريجيت سبلاي بيتأثر بالبرايس وبالويجز. لو البرايس زاد فاحنا هنتنقل من نقطة للتانية من نقطة اسمها A لنقطة اسمها B ده عند تغير البرايس. امال مثلا لو الاجور زادت المنتج يعمل ايه في انتاجه؟ لو الاجور زادت هيقلل انتاجه، فالمنحنى هيتنقل هنا ناحيه الشمال، هنتنقل من نقطه A الى نقطه مثلا اسف النقطه B لنقطه هنا اسمها C. طيب افرض ان الاجور قلت، لو الاجور قلت المنتج يزود انتاجه فالمنحنى هيتنقل ناحيه اليمين، فنتنقل من نقطه B لنقطه اسمها D مثلا. طيب equilibrium كان عندنا ثلاث حالات من equilibrium. الحالة الأولى اللي هي بتبقى في النص اللي هو هنا potential القلم بيفصل ماشي، القلم فصل بقى فحاول ايه اشرح هنا. خلينا الاول في الحالة دي، في الحالة دي الاجريجيت ديماند والشورت ران اجريجيت سبلاي تقاطعهم مع بعض بيحدد الريل الريل جي دي بي عند 13، وفي نفس الوقت هو ال اي اس يعني البوتنشال جي دي بي. يبقى لو الريل قد البوتنشال يبقى احنا ما عندناش اي مشكلة، احنا كده وصلنا للفول امبلويمنت ايكوليبريم. امال امتى تحصل مشكلة؟ هنا مثلا، هنا مثلا حصل ان الاجريجيت ديماند والشورت ران اجريجيت سبلاي طلبوا العرض حددوا ان الريل الريل هنا 13.2 لكن البوتنشال كام؟ 13. عارف ده معناه ان احنا الانتاج الفعلي عندنا اعلى من المتوقع. يبقى الحاله دي اسمها ايه؟ انفليشنري جاب، الفجوه التضخميه، بيكون فيها التضخم عالي البطاله قليله. فعشان هنا عشان كده لو قارنت لك بين البطاله هنا عند 13.2 والبطالة هنا عند 13 فهنا الانتاج عالي يعني البطالة ايه اقل، البطالة اقل عند 13.2. طب تعالى نشوف هنا، هنا تقاطع الديماند مع السبلاي عند الريل اللي هو 12.8 ده، ده الريل والبوتنشال بتاعنا عند 13، فكده الريل اقل من البوتنشال يعني احنا عندنا ايه ريسيشنري جاب. في ريسيشنري جاب الانتاج بيكون قليل وبالتالي البطالة عالية، يبقى عند 12.8 البطالة أعلى من الناتشرال ريت اوف انبلويمنت اللي هو عند 13. بس دي كل حاجة في تشابتر 3 وأنا نزلت لكم الأسئلة بالحل بتاعها.